مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طقس ثقيل سيميز نهار اليوم بحول الله، كافة المناطق الشمالية نسبة رطوبة عالية خاصة نحو السواحل الغربية ومنطقة الأوراس. هذه الرياح الجنوبية الغربية ستعمل على نشاط بعض الخلايا الرعدية نحو المرتفعات الوسطى والغربية، وعلى احتمال لأمطار رعدية خلال الظهيرة بإذن الله. تبقى أجواء دائما ملبدة نحو السواحل، سحب عابرة أيضا بمنطقة الصور وشمال الصحراء ومشمسة على الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال فجر نهار اليوم كانت باردة خاصة بالمناطق الداخلية الشرقية، درجة واحدة تحت صفر سجلت بتبسة، 8 درجات بالعاصمة، بغردية، ببسكرة، 14 بأدرار وإن صلاح، وتسجلنا 19 درجة بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة اليوم الحرارة قصوى ستعرف بعض الارتفاع خاصة نحو المناطق الوسطى، 21 درجة بالعاصمة، 18 بعنبة، 19 درجة بتيزي وزو ووهران، في حدود 20 درجة بتيارت وتلمسة، 14 إلى 17 بالهضاب العليا، في حدود 20 درجة بغردايا، 26 درجة بأدرار وإن صلح، وترتفع لغاية 34 درجة بأقصى الجنوب. البحر ستكون هناك بعض التموجات الخفيفة على كل السواحل، رياح ضعيفة على العموم، أحيانا تكون معتدلة بسواحل الشرقية وتأتينا من شرقية، أحيانا جنوبية شرقية بسواحل الشرقية. يوم الجمعة بإذن الله ننتظر عبور اضطراب جوي، نسبة رطوبة عالية على كل المناطق الشمالية، بعض الأمطار خلال الظهيرة بحول الله محتملة على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، درجة الحرارة تبقى مرتفعة قليلا على كل السواحل. يوم السبت بحول الله تراجع لدرجات الحرارة مع قدوم اضطراب جوي، سيكون مرفوق أيضا بتسرب لهواء بارد وعليه بعض الثلوج مرتقبة خلال ليلة السبت على منطقة الأوراس. خلايا رعدية ستنشط على كل المناطق الساحلية الوسطى الشرقية، المرتفعات الوسطى أيضا والشرقية، إذا احتمال للزخات من الأمطار الرعدية على السواحل الشرقية الغربية. أقول أجواء متقلبة مع بعض الأمطار خلال الصبيحة، تحسن تدريجي خلال الظهيرة. للإشارة رياح قوية نسبيا ستخص كافة المناطق الساحلية، أجواء مستقرة بكل المناطق الجنوبية عدا بعض السحب بشمال الصحراء. يوم الأحد تنو فترات صفاء وسحب عابرة على كل المناطق الشمالية مع ارتفاع من جديد طفيف لدرجة الحرارة على السواحل، ودائما أجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية. وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 مساء و50 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم طيب وفي أمان الله.